أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لو قال الشخص أعاهد الله تعالى على عدم فعل هذا العمل مستقبلا إن شاء الله تعالى ثم فعله بعد ذلك، فهل هذا يمين وهل يحنث في ذلك أم لا؟ نعم، هذا يمين، عهد الله والله هذا كله يمين، فيكفر إذا خالف يمينه يكفر كفارة يمين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، عاهد الله يعني حلف. نعم.